إذن عن استمرار سياسة الاغتيالات في العراق وخروج الآلاف رفضاً لهذه السياسة، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات عباس السلطاني. أستاذ عباس، مرحباً بكم. كما تعرفون يعني من جديد عادت التظاهرات للشارع العراقي، وذلك رفضاً لسياسة اغتيال الناشطين التي تنتهجها الحكومة في بغداد وأيضاً الميليشيات. لكن السؤال المطروح هنا إلى ما ترجع تمسك الحكومة وميليشياتها بسياسة اغتيال الناشطين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لك أستاذ العزيز، وتحياتنا لقناة الرافدين. أهلا أستاذ عباس، يا مرحبا. أستاذ العزيز، الحكومة متمسكة باغتيال الناشطين، لأن الحكومة مرعوبة من الناشطين، بالذات من ثوار تشرين، حراك تشرين، لأن الآن أصبح حراك تشرين هو مصدر خوف لهم. حراك تشرين مدى ما يجعلهم مثل ما كانوا قبل 11/2019، كانوا براحتهم ياخذون قراراتهم ويدلون قراراتهم، ولكن من بعد 11 اصبحوا ثوار تشرين، هم اصحاب القرار، هم اللي يتحكمون بالقرار. ولهذا بدأوا يحاربون حراك تشرين. الحكومه وميليشياتها متمسكه، ارادوا بكل الوسائل رادوا يخلصون ثورة تشرين. وحتى بعد ما رفعت الخيام من ساحة التحرير وعدة ساحات، ظنوا أنه انتهت ثورة تشرين، ولكن فليعلم الجميع وبما فيهم هم ميليشياتهم والحكومة المشاركة بهذا الاغتيالات وبهذا القتل والقمع، خلي يعلمون أنه ثورة تشرين باقية، وإن شاء الله إحنا يوم 25 عندنا نزلة، وهاي التظاهرة الوحيدة اليوم 25، التظاهرة الوحيدة اللي ما عندنا بها مطالب، ما راح نطالب شيء احنا. احنا مطلبنا الوحيد ب 25 انه اسقاط النظام برمته من الفهم الى ياهم، اسقاط النظام، وما نريد منهم كل مطالب، لا نريد منهم اصلاح ولا نريد منهم خدمات ولا نريد منهم اي شيء. استاذ عباس، في بدعون الله، في ظل نعم. في ظل السياسة الممنهجة لاغتيال الناشطين وايضا المتظاهرين، لكن الحكومة تدعو الى المصالحة الوطنية، كيف يمكن فهم هذه الخطوة استاذ عباس؟ أخي العزيز، الكاظمي يختلف عن باقي رؤساء الوزراء اللي جوا وراحوا. نعم. الكاظمي رجل إعلامي. طيب. الكاظمي رجل إعلامي، يعني ما شفنا منه خلال هاي العام، يعني صار من يومين صار عام كامل. خلال هذا العام الكامل كلامه أكثر من أفعاله، يعني بس مجرد كلام. والوعد اللي نطاه الكاظمي انه يسوي حوار ويا الثوار ويا الناشطين، هذا كلام نقدر نقول عليه من الخيال، لانه ما ممكن اخي العزيز، ما ممكن انه انت قاتلني وانا اجي اقعد اتفاهم وياك. على شنو اتفاهم وياك؟ اقعد اتفاهم وياك؟ طلع لي قتله الناشطين. انتم لحد الان ما مطلعين ولا ناشط من الناشطين اللي استشهدوا ورحمهم الله، وطلعته قدام الاعلام قلت هذا لحد اخر هو ايهاب الله يرحمه والباقين. ولكن ايهاب هم ليش خايفين استاذ العزيز؟ لان ايهاب بكربلاء اصبح له اسم. كربلاء كانوا مقررين انه ايهاب يقود المرحله القادمه بكربلاء، فهم يخافون من واحد ياخذ منصبهم، من واحد يقرب الكرسيهم، يرعبهم انه واحد يجي يقرب، لانه تعرف نايمين على كنز من الاموال وكنز من المغانم. زين، فما ممكن يجي ايهاب او غير ايهاب الله يرحمهم وياخذون مناصبهم. فهم متمسكين بالاغتيال، لان يقول لك بلكي الاغتيال انه يوقفهم عند حدهم، ولكن والله لا الاغتيال ولا غير الاغتيال يقدر يوقفنا عند حدنا. واحنا ماضين بثورتنا ونطينا 800 شهيد، وعندنا الاستعداد نطي 800 شهيد اخر وما يهزون وما يرجعون عن قرارنا. ويبقى الكاظمي رجل اعلام لا يخدع العالم بكلامه. ما ممكن انه طلعني قتله المتظاهرين، صار لنا سنتين نقول لك طلعنا قتله المتظاهرين، ليش ما تطلعهم؟ ما تقدر لهم، لان هم ميليشيات مدعومين من ايران، مثل ما انت مدعوم من ايران هم هم مدعومين من ايران. فالغنيمه وحده، مثل ما قالت النائبه، نعم ما اعرف شو اقول، بس النائبه مثل ما قالت احنا جينا وتقاسمنا الكعكه، ومعروفه ام الكعكه حنان الفتلاوي. حنان الفتلاوي. حنان الفتلاوي الله والديك. قالتها بصراحه على الاعلام. يعني المفروض هذا وحده استاذ العزيز، انت تعرف هذا 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 الكلام وحده من يطلع بالاعلام، هذا المفروض القضاء لو كان نزيه وشريف كان يسحبها ويخليها وراء القضمان يحاسبها على هذا كلامها مال قاسمنا الكعكه والكومشينات والرشاوي وغيره. فاذا هم استاذ العزيز متقاسمين الكعكه بيناتهم، فما يقدر،
لا الكاظمي يقدر يحاربهم ولا هم يقدرون يحاربون الكاظمي، فدا يسوون شغلات في سبيل انهم ثورة تشرين، وثورة تشرين باقية بعمل الله، وما من زعزع لو مو لو يروح إيهاب الوزني يجون آلاف من إيهاب الوزني إلى أن نقضى عليهم بعمل الله. من بغداد الناشط التظاهرات عباس السلطاني، شكرا جزيلا لكم.